صلاح القوات المكتب السياسي والرفيق مستقبل القطاع. نحاول ما نطولش لاننا من الدعاة اللي باش ما نطولش هذا الاجتماع. غير كرجل تعليم وكنقابي وكعضو داخل الحزب وعضو القطاع، تميز التعليم الساحه التعليميه اللي تميزت به مؤخرا هو ما يسمى بتوقيع المرحلي تسمى هكا المحضر المرحلي ما بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية. هذه النقابات الخمس الأكثر تمثيلية اللي فيها تقريبا واحد ثلاثة ديال النقابات اللي حنا كحزب كمناضلين ومناضلات متواجدين فيها. هذا الاتفاق ديال 18 يناير اللي عرف واحد الرجل وعرف واحد الرفض واسع في القطاع ديال التعليم لهذا الاتفاق. هذا الربط هو اللي شعل نقابتين على الاقل محسوبتين على الصف التقدمي والديمقراطي، نقابتين اللي كنحترموهم كثير وكنتواجدوا فيهم وحنا مواطنين فيهم، جعلهم لاول مره كيخرجوا ببلاغات توضيحيه لهذا. بل اكثر من ذلك النقابه الوطنيه للتعليم خرجت ببلاغ لاول مره، بلاغ موجه للهيئات المركزيه ديال النقابه، بلاغ من الكتاب الوطني كامل. إذا باش نفهموا موقف كحزب، الموقف ديالنا كمناضلين اللي عطيناه كرفاق وكأشخاص، ولكن ممكن كموقف نبرروه كقطاع. نفهموا بعد هذا الموقف. هذا الموقف جاء في إطار استراتيجية، واحد السياسة والاستراتيجية اللي راسمها الدولة، وهي استراتيجية النموذج التنموي الجديد المبشرين. لولا كل شيء تحدث على هذا النموذج التنموي الجديد كانه سيخرج المغرب من عالم الى عالم. بل اكثر من ذلك، لانجاح هذا المشروع التنموي الجديد تم اعطاء وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الى المهندس ورئيس ديال هذا النموذج التنموي ليشرف هو بنفسه على هذا النموذج التنموي، لانه ما يمكن ينجح الا عبر التعليم. ما يمكنش ينجح هذا النموذج التنموي الجديد كتعرف الدوله لان كيرسم خريطه سياسيه ديال الدوله 2030، ما يمكنش ينجح الا بعد اغلاق واحد الجبهتين وواحد الحقلين اللي يمكن هما اللي واقفين كينهضوا، هو الحقل السياسي والحقل النقابي. حنا كنا كنشوفوا كيفاش وصلت الدوله في اغلاق القوس الحقل السياسي، بقى مجموعه من الاحزاب ومن ضمنها الحزب الاشتراكي الموحد اللي الان كيتمارس عليه واحد الشكل ديال الحصار ديال التضييق ديال المنع، واللي وصل المنع الرفيقة الأمينة العامة ممثلة الأمة بخلق شافي الدستور باش تدخلش للبرلمان، لأن ماشي منع ديال الرفيقة بل هو حصار ومنع لواحد الصوت سياسي وواحد الصوت شعبي للدخول للبرلمان في إطار التضييق السياسي وفي إطار إغلاق الحقل السياسي لتمرير السياسة ومن بينها تمرير النموذج التنموي. بعد وصول هذا الاغلاق التركيع ديال الاحزاب وتشتيت الاحزاب واي حزب ما قابلش هو الحصار والمنع ديالو التضييق ديالو اللي حصل، انتقلت الى الخطوه الثانيه وهو الحصار واغلاق القوس النقابي. هذا الاغلاق القوس النقابي تم عبر مرحلتين. المرحله الاولى كلنا كنتذكروا اتفاق 25 ابريل 2019 اللي وقعته ثلاثه المركزيه، ورفضات مركزية ديال الكونفدرالية التوقيع لهذا. هذا المحضر ديال الاتفاق اللي كان كيغطي المفروض انه يغطي ثلاث سنوات، يغطي 2019 الاتفاق هذا 2019 حتى 2021. بقات الكونفدرالية الديمقراطية الشغل هي اللي رافضة الدخول في هذا الاتفاق. ولكن كاين إصرار ديال الدولة خاصتها هذه النقابة خاصتها. وهذه النقابة إلا ما دخلتش في اتفاق ثلاثي جديد خاص واحد راس الرمح، راس الحرب اللي كتدفع النقابات شنو هي كلنا كنعرفوها، شنو هذا راس الرمح ولا القلب النابض ولا السيف ديال هاد النقابات كاملة شنو هو؟ هو قطاع التعليم. هو قطاع التعليم، يعني ليش كبرتي قطاع التعليم صافي شديتي المركزية دي. ما وقعتيش هنايا غتوقع هنا. فجاء هاد التوقيع ديال المحضر المرحلي. المحضر المرحلي هو توقيع يمكن نعتبره بأنه كيجي حلقة تالية من المسلسل ديال الاتفاق الاجتماعي، خاصة أن داخل هذا الاتفاق المحضر المرحلي راه يتم الحديث فيه على ميثاق اجتماعي.
والميثاق الاجتماعي ما يمكنش توقعوا نقابة قطاعية، الميثاق الاجتماعي كتوقعوا مركزية. وداخل هذا المحضر 5 صفحات يتم الحديث عن الميثاق الاجتماعي. خصم الميثاق الاجتماعي، شكون عنده الميثاق الاجتماعي؟ وداخل هذا المحضر يتم الحديث على 3 المسائل الخطيرة، ما شفناش لا ولا ما شفنا، يتم الحديث عن السلم الاجتماعي. احنا كنشوفوا السلم الاجتماعي لأن اللي باقي محرك الساحة شوية بالإضرابات هو قمة التعليم. يتم الحديث عن السلم الاجتماعي، لا يتم الحديث على حسن سير المرفق. وهذا حسن سير المرفق والحفاظ على سير المرفق، ها احنا تسريع قطاع التعليم، لان سير المرفق كنا كنقولوها في المعامل والمصانع، دابا سير المرفق ولاو كيقولوها في التعليم. وهنا حديث كذلك حسن سير النظام التنظيم، التنظيم السنوي ولا شي حاجه بحال هادشي، يعني الضرب على النقابات. ثم داخل هذا في هذا المحضر اللي تم التوقيع عليه تم الحديث عن الادوار ديال النقابات، في الدور ديال النقابات تم الحديث على مجموعه وما تمش الحديث من حدوها الدور النقابات كذا كذا كذا، وما حدوش على الدور النضالي للنقابات. اذا احنا كنقابيين، فينا كلنا نقابيين هنايا كمسؤولين نقابيين، هي احنا مسؤولين نقابيين، ولكن قبل ان نكون مسؤولين نقابيين احنا مسؤولين كذلك سياسيين، عندنا مسؤوليه سياسيه. وبالتالي اعضاء الحزب وعضوات الحزب الاشتراكي الموحد المسؤولين نقابيين ونقابيات هذه النقابات، من حقهم بل الواجب عليهم ابداء الراي النضالي، ابداء راينا في مختلف مناحي الممارسات. اذا كنا كنواجهوا دوله كنقولوا الدوله غلطت، واش ما نواجهوش شي نقابه تقول لها هذا المحضر اللي وقعته ما كاينش. وانا كنظن بان احنا كقطاع ديال التعليم هذا راي، ولكن يمكن تقاطع مع رفاق ولا رفيقات، يمكن من اول حاجه اللي نناقشوها كقطاع ديال التعليم اللي يهمنا بين النقط اللي اشاروا لها الرفيقين مشكورين الرفيق اليسري بن شريش، يمكن نناقشوا كذلك موقفنا هنا باش ما نبقاش تصدناش الاحراج من هذا الاتفاق، لان يرهننا جميعا ما الذي تحقق وما الذي لم يتحقق. معذره على الاطاله باش ما نطولوش زياده من ذاتي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.